السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسر. تحروني راقد واعي والله بصباح الأخير، يلس فوق أظهر شرق وغرب أظهر شيء مش عابي يطلب وليات وشيء معقق وشيء ضيج وشيء ما أدري شو وشيء أطرافه متسمسرة وشيء أمور وايدة، عيست وين أظهر. هي والله بدها أتكلم بهنجنزات الكبتات بتطرطر الكبتات بسم الله كبلي اي والله الكبتات بتطرطر ما شاء الله الحمد لله اظهر تقريبا 35-37%. اديتك انا انزين وليه يعني تم تتسحب وحدوهنتين واقرا مسجات وعندك ودونك وشارك وغرب ويا ما يرالي وتوني ناسب. البرنامج اليوم بيكون حافل شيء بعد شرق وغرب، شيء سيره صناعيه وشيء ما ادري شيء اعلان لاعلانين وشيء ربشتن لها اول مالها تالي وكل شيء زين وكل شيء فنان وكل قاوي والحمد لله رضا ورحمة وطيب وخير ورزق وفير ماله أول من تالي الحمد لله. من يتسكر باب يا باب، من يتسكر باب يا باب، لا تجيش في عقلك أنت هذا باب رزق تسكر ما بيجيك غيره، رب العالمين ما أخذ عنك هذا إلا بيعطيك الأخير. ولا تقول أنت كنت في البقعة الفلانية وزرعوا تحتك صرمة وجلعوك، ها بعد هاي علومة جديدة حي مستوي شيء آدر جديد خبركم عنها الحين. زرعون تحت صرمة حق يتزحزح الأساس يتزحزح ويطيح وتظهر الصرمة الجديدة، هذا بعد ناتج جديد حين يزحزحون للجديد زين ويزرعونه يوم بينقض توه فتن زي ما زين قبض في الأرض وتسوى عرج طاحت اللم العودة ولا الانخلة الرئيسية اللي كانت بطيح. ليش؟ ترى زارعين تحت صرمة، ها هذا حين اللي صاير. خلوا العودة هذه تاخذوا من 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 لقاطها، بتاخذوا من الكرب، بتاخذوا من الخوص، من السعف، حتاتها زين، حتاتها بتستفيد منها، بيستفيد منها الطير، بيستفيد منها الحيوان والساير والياي يعني رزق هذا. ليش انتوا هذه الحين صار من هالسنين عندكم ليش تبون تجلعونها؟ خلوها بارك الله فيكم وبروح براي زرعوا الارض عوده. ترون بين بين كل صرمه وصرمه ترى مخطف سياره، بين صرمه وصرمه ثلاث امتار ونص او اربعه، فالأرض عود الحمد لله. ما في داعي أنتم تجلعونها، هذه عوانة من 30-40 سنة مزروعة تجلعونها، شلجلت خلوها. هاي بوي العوانة موجودة في هالمكان من سنين، ما بلازم تنبرون ها 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 حق الطيح. ليش تزرعون تفسلون تحت صرمة؟ ليش حطيتوا تحت الانخلة هاي فسيلة لجل انها تجلع هاي الانخلة اللي من سنين نافع العرب ونافع الناس وقاضي حوايج الوادم؟ ليش هاي الصرمة زينة والناس مستفيدة منها، ليه تجلعونها تظهرون التويداد؟ انتم منو تعرفون من البشر، منو تعرفون من الناس بتنفعون بحد؟ انتم بتنفعون لعماركم ما يستوي بحد. لو لها برأي مكانه هاي العوانة ترى بركة وجودها في هالأرض من زمان، معروف صيتها مستوت في هالأرض الفلانية، انجلعت العرب بيقولون بعيد الشر. هاي بس العوانة من سنين موجودة، ليش جلعوها؟ شو هناك؟ شو السبب؟ برايها مكانها خطفوا الفنيال عنها شرق وغرب ما علي، روح بتتقاسى انت انجلع عن بكرة أبيها وتصير ما يستوي. سووا فتشة بينها وبين العوانة وزرعوا الصرم شرق وغرب ومني ومنك، والحمد لله الخير وايد والناس عايشة وبخير وسهل، بتستفيدون من ضلتها من كربها من ليفها من حتاتها من لو حتى ما تتنبت برايها ما تبي نبات، نباتها بيازم منها وفيها، نباتها منها وفيها لو هي عوانة بيها من فوق لين فوق شيء من يوم حد بينبت نخل شرق ولا غرب بتستروح فخير وبتستنبت وبتحصلون وراها شيء لو الكلمة الطيبة. وجودها ملازم وجودها في المجتمع، العوانة ضروري شكل ورنق وهيبة ومنظر وشكل فخامة. هي هاي الصرمة الصغيرة لو حين صرمة لين تغدي بتسة ولين تغدي نخلة ولين يبالها وقت يعني لين الناس تشوف خيرها من شرها، لكن العوانة لا بد ولا عذر. ما زين كما تخطف على نخيل
شرق ولا غرب على النخل، ولان تشوف ما شاء الله عابد نخل كل عواوين. ما زين المزرعه يوم يجيك عابدها عواوين، عواوين كبار ما عليه زرع، وبينهن من تطيح العوانه اللي عدالها بتنقض هذه، تنجلع ولا تزرعون تحتها ولا تدوي تاتمها شرات شرات العجاربي من تحت لين تحت من تحت لين تحت لين تصير وتطيح، ما يستوي. انتوا كلتم من خيرها وعطتكم وما قصرتكم، ما قصرت فيكم، الحين تبون تجلعونها من بكره ابيها عقب هالسنين كلها، ما يستوي. الله بعد ما يرضى. ترى يقولون راعي النصيف سالم، والسوريين يقولون كل شوكولاته وطعمينه، برايك كل بيديك وريولك، لكن بعد الواتب بعد تبع هدا في بطنك كله لك انت. احنا ديرت شرق في بطنك، ديرت غرب في بطنك، صرت عند زيد في بطنك، صرت احنا ابو هالبطن ما ينتزر. ليه متى بتازم تشيل فيها البطن؟ ليه متى يا بنادم هالطمع هالطمع هالطمع؟ البنادم ما يطمع لين هالكثر. ما علي، بفتح المجال حق صاحب صديق فلان اللان، هذا من زمان، هذا جديد، هذا تو جاي، هذا تو براي. الناس تبي تعيش، الناس تبي تعيش، ما بالله هدا في بطونكم انتو. الله يرحم الله سبحانه وتعالى يحب الناس اللي يرحمون العرب، يرحمون العرب، تقضى الحوائج على يديهم ويساعدون الناس ويتوعون الكلمة الطيبة لو في تلفز مودي. بيزيد غلاك، بيزيد غلاك عند معازيبك، بيزيد غلاك عند مديرك، بيزيد غلاك عند المسؤول عنك يوم انت بتشكر على فلان ولا على فلانة، ولا بتقولين هذه ترى هابة ريح، هذه دوامها زين، هذه تنجز العمل بسرعة. ما بكله إلا المدح لك انت. ليش؟ هاي ترى بيعتك وخويتك وبنت بلادك، حتى لو من طايف غير، حتى لو من ملة غير، لو حتى من مذهب ثاني، ترى فقير إنسان بني آدم، الله يرحم من يرحمه. بقول الكلمة الطيبة في فلان، كله المدح في الليلة انت في عمرك، وتبين الباجيات تعقين فيه الشوش المتنجس. لا ترى الناس تعرف ان الكلام هذا اللي مبلغ اللي واصل حق الإدارة هاي ولا عند الناس الفلانيين، من كنتي ظاهر، من كنتي ظاهر مفروض تخفين هذا على عمرك مرة مرتين ثلاثة، الناس بتقتل لك دوم. انت العدو والناس كلها مايلة، انت الأصيل والناس هافية أصل، الناس ما فيها أصل، إن الأصل والفصل عندك أنتي وعند خوالك وعند أمامك، والناس هاي ما لهم شيء يعني، كلهم شتوت يعني، كل هالعرب شتوت. منو الأصل؟ الأصل يا أبوك حين ما عرفت الأصل وين. أبوي حين ما شيء تقول أصل أبو أصل، أصلك أبوي وفصلك، درهمك أول بادي صلاتك ودينك ودرهمك المنقوشي. لا تقول يدي فلان وخالي فلان وعمي فلان، ولا لا لا، شهادك وظيفك، ولا تيس ابوي تحفر لاخوك المسلم وحق فلان وعلان وقال وكيل، حرام. دعوا الخلق للخالق، رب العالمين خالجنهم، رب العالمين كفيل بهم، هو اللي بيحاسبهم. ودي هذا اللي فوق فوق هذا سبيشال سيري غسيل بعد زين. يلا توكل، يلا بارك الله فيك، ثانك يو. ها 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 ايه عنايتنا، ايه الكديش، انت انت الكديش مبيريج، روح روح روح، عاش عاش. يلا 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 هذا بلاد مال بشتون، واحد نفر يشيل هذا وانتو ثلاثة. ما فينا خلف ولا في المكينة، هذا بيت، والبيت طالت عماركم اللي فيه الزراعة، لا بد ولا عذر، بين فترة والثانية تتغسل الزراعة غسال غسال بالقوة. ها شوفوا يحطون برشر أبوية ويغسلون هالزراعة عن الغبار عن الخياس عن السقم، ماي ماي برشر يكون، ها مثل ما تشوفون تغدي الشيارات تتبهلل تحراها عروس، الله تبارك الله. هذا بي هاي الطريقة لازم في الشهر، مش أقل عن مرة، لازم مرة في الشهر، لازم مرة في الشهر تتغسل الزراعة كلها، كان نخل كان نخل ولا همبة ولا لومي ولا حمضيات، أي شير في البيت، أي شير أي شير، لا بد ولا عذر من الغسال. ها
غادي بخير وسهالة ما شاء الله يا سيد، ما شاء الله على النبش وغادي ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله يا الله يا رب تعودنا عليك سلوك الحول ونحن بخير وسهالة، هب تعود علينا تعودنا نحن عليه، هيك ونحييه، هب حد منا قاطع تكيت؟ لا والله أنا بحييه، والله الله يعود عليكم، هي الناس اللي مغير الله يعود عليكم، لا حبيبي الله يعودنا عليه، هو موجود هو موجود طال الزمان ولا قصر، والله الله يعود عليكم العيد، لا الله يعودنا نحن عليه، هو موجود كل سنة وكل حولي، إيه موجود موجود، لكن نحن العالم الله نلحق عليه ولا ما نلحق، فلذلك كلمة تنقال الله ها حجر تحررها غسل زي ما زي رشان رقم واحد. أخبرتكم عن اسمها أبو خد وخد معروفة زين، وين جاية عمتي قلت لكم جاية في الأيام من السعودية من تاروت، تاروت أو سيهات والله ما أتذكر، إنزين حد من العرب يسميها أم صليم يعني بلية صلامة، وهي لكن الأساس اللي متعارف عليه في دولة الإمارات يسمونها زخمي، نبجة زخمي، زخمية كيف زخمية؟ بلية شوت ما فيها لا شوت ولا صلام، لا فيها لا شوت ولا صلام، فلذلك اسمها زخمي سبحان الله لا إله إلا الله. وقت واحد ما حد يرش فيه اللي هو وقت الإزهار، وقت الإزهار يوم الشير مفرخ ورد مزهر خلاص ما ترش لين يصير ويعقد، من يصير ويعقد الشير حتى الساعة تروم تصير وترش، شوف مثلا حين هذا توه باري زهر هذا ما يرش، يرشون ما شيء مشكلة، لكن من يصير ويفرخ خلاص ما شيء رش، عسب شو عسب ما يحت هيبة تعطيه برشر قوي لازم بيحت فقير يعني أبو شاء ترى شو فيه من القوه عظمن له شير عظمن له ورد شو ما شاء الله الحين توه بادي زهر توه بادي كم ما شاء الله في الفجيرة والباطنة مزحر أكثر من شهر ونص، والسنة أبو ظبي ما شاء الله تأخرت شوية، أبو ظبي أغلب البيوت كلها متأخرت تزهير عندهم، كل وقت وله تيم للرش، في القيض وقت الحر والموت الرش متى؟ الفجر أو المغرب، الفجر ولا المغرب، لكن في الشتاء أي وقت كان ما شيء اختلاف يعني، تروم ترش في الليل ولا في النهار ولا الظهر ولا العصر ولا أي وقت تروم ترش، لكن الرش في القيض ما يستوي إلا الفجر، نص النهار المحار بيحرق الشير بيحرق حراق، لكن أبوي في الشتاء تروم ترش ليل ولا نهار في أي وقت، والوقت اللي تباه تروم ترش عندك الصلاحية في أي وقت، لكن في القيض بس وقت الفجر وفي الليل ما تروم ترش نص النهار بيموت الزرع بيتحرك هيه بتصلخه ينصلخ صلاخ حد قيض ورش ما يستوي الرش بس الفجر ولا المغرب شد برد الماء يوم المحار ما حد يرش وبالأخص التين هو ياكل وقت أكثر عن أي شيرة التين هي اللي ورقتها تتشبع بالغبار وتمقابضة عليه ولين تضربها يضربها مرض وتسود وتموت لكن لذلك التين يباله رش بطريقة قوية التين يباله رش برشر يعني إذا يرست ويا الشيرة العادية 5 دقائق ويا التين هاي يعني 10 دقائق أو 7 دقائق لازم من قرب التين وايد ضروري بس بغينا نخبركم عاد عن هالمعلومات وانتوا عاد على هواكم أقولكم البارحة الأكلة اللي نحن سويتها هدى اللي هو هذه السوسيج وايد يقول والله هذا هدق هذا سوسج هذا أبوي هدق أبوي ولا سوسج هذا أبوي اللحم اللي داخله على حسب الرغبة تصير أبوي عند القصاب عند السوبر ماركت هاي وين يسوي اللحم وتطلب بغيت لحم ضبع بغيت لحم أرانب بغيت لحم حوار الخلطة اللي أنت تباها إن شاء الله تبى لحمة صخور رضع أمهات شهرين بيفرمونه بيكنزونه درهمك المنقوشي لا تأخذ أنت من الزاهب اللي يقول والله نحمان داني هذا ما يندر أشوف فيه اللي فيه اختاره بيعينونه بيحطون لك إياه حد من العرب الله يقول نحن ما يعيبنا ما ناكل زين لا تاكل كالك حديد نعيم لا تجلس تكره اللوادم بالك الاكل مسلمين
مصرح ومصرح ومرخص من الدولة، لا تقول ايه ماينك الكلك الدود والعجار بالسود، شي خصك انت في الواد؟ خلي الواد اللي بياكل ياكل. هذا شرات الله يحفظكم الهامور، الهامور من يدخل ابوي في الدوباية يلس عند ويه الدوباية، لا هو يخوز يخلي السمك يدخل في الدوباية ويا الريال ابوي يرفع دوبايته ويحصل ودام ويبيع ويترزق الله، ولا هو اللي يظهر ويخلي السمك يدخل عند ويه الدوباية. ان يسمك بتدخل تروعت شافت هاكل ويه المظلم خسلت هاكل ويه، وان مشكلة كبيرة حدم العرب لا يرحم ويخلي رحمة الله تنزل على المؤمنين. سوسيج هذا سجق أو هدق أو بحنت الزمان هذا مستوى الدنيا، أنت ما يعيبك جهنم كلك، ما بلازم أنت اللي عيب اللوادم أنت يعيبك، واللي ما يعيبك أنت ما يعيب اللوادم، ما تعزر على اللوادم. هذا سوق سوق وكل شيء ولا شيء، كل ناس لها ناس وكل ثوب اللي لباس، بدال الوديه ألف ليه بيوز الخد وليه ما بيوز له ليس يتنقد، هذا كخ وهذا تف ولا حد ياخذ منه، هذا سم وهذا وهذا. انت وين؟ وين موجود اليوم؟ ما رمسني من الصبح لين الحين، اظهر وجهك ولا بسكر التليفون، ما اشوفك حبيبي ربع عين. يعني برد على سالفتنا البارحيه، هي الحين زين حبيب، والله ما اشوفك يا صلاح. الو حبيب ما اشوف وجهك. ما شيء فايدة، عدل التليفون وكلمني. سلا يا ربي من كسر. الحين هي ايوه بخير، علومك شو اخبارك؟ تمام. صلاح السلام عليك. صلاح كبر التليفون. اهلين اهلين صلاح. اهي راح دبي. صلاح ياسر. ياسر ولا ياسر بخدي ما شاء الله عليك، كيف حالك؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شو اوكي السعوديه مزبوط؟ اي زين. تسلم سلم عليهم. ها حي الله يحفظك. الله يحفظك ان شاء الله. ها صلاح متى بتون؟ سحاب ابا زح متى سحاب أمس. أمس بتون؟ من كذا بتون؟ صلاح ظهرت وسرت البحار، سرت شرق غرب سيهات تاروت عناج دارين. هي زين زين سلم عليهم صلاح. ما أشوفه. يقول لك الإنسان اللي الحضيض حضيض، نحن ما سوينا شوي الحمد حوار من الآن، يوم الله كتب يعني ياسر بن خدي ولد خالي الله يحفظه على غفلة، ظاهر من بوظبي. أنت جاي بوظبي ولا ظاهر من بوظبي؟ لا جاي بوظبي. جاي بوظبي. جاي بوظبي سيدي جيتنا؟ إيه. يا عذرتي مريت أخي عندي أشغال. إيه. وين أسلم عليك؟ لا خليت منك. الله يطول عمرك. ولا وعمرك يا ولد خالي. يا مرحبتي. كم أنا سعيد بهالزيارة يا ولد خالي. والله أنا أكثر. الحمد لله. أبشركم ما شاء الله ما شاء الله عليك ياسر. قادي فنان ورقم واحد. عليك زوج. الله يحفظك. ياسر بن محمد بن سعيد بن خديجة. الله يحفظك. ولد خالي الغالي اللي ما حد يسواه في الدنيا العودة. الله يحفظك. الله يحفظك. وفرحت بهالي وان شاء الله دوب، لكن استغربت من هالحظ القوي اللي عندك. دائما دائما معروف دائما. اي والله يعني شي. يعني تلحق على الحمد شوي الحمد حوار اول مره بعد جاي وحظه وياه. هذا هو ابوي حظه وياه مره طاح واجف الحمد لله. اي والله سبحان الله مشكور. لا بعد تبعك ما تقدم مقدما يا مرحب. في شبه صح؟ شيء شبه اللهم قليل. لا بس لا. انت جمالك طاغي. لا 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 شوف في من جد اللم جد اللم في شبه، لكن انت اكثر تشابه ياسر تشابه صلاح. والله العظيم الله قسم بالله العظيم صحيح. والله وايدين يقولون والله ياسر وايدين يقولون صلاح يعني وين من جيبه ما ادري ابدا جد الغزوز ولا ثب جايز. والله وايدين يقولون يا ياسر يشابه صلاح من جد اللثم بس سنين ها؟ بس سنين يعني هي بس سنين صار عيون طوال انت عيونكم رصاصات صحيح
اخذت له هاي انا وين طالت عماركم، اخذت له هاي انا جاي عند هذا الرجال، هذا يسمونه مجيد عمر، شغله من سنه 82 الاول شارع الكرني وين مشاهد البحريه في في كنتي اللي الحين الزاهيه وشغلت بس الا مال يلد السيارة ويبنى السياره هاي الحين عنده سيارتنا الجديده، اخترت لون انا عايبني في خاطري انه يسويه وبيسويه ان شاء الله، صورنا قبل وبنصور بعد خلاف عاده هب الحين. في يوم يقول لك لا يصح الا الصحيح والاستمراريه لمنو؟ للشخص المجتهد اللي شغله فنان. تلقط هذا ان كان ميكانيك، ان كان تبع جلود، ان كان دكتور، ان كان بروفيسور، ان كان مدرس، اي انسان عنده مهره بالاخص الحرفيين. متى يستمر الشخص؟ يوم شيء ابداع مستمر وشيء نشاط وشيء تجديد دائم واتقان في العمل. يوم يكون في اتقان في العمل تلقى اول شيء رب العالمين يوفقك وتغادي سمعك زينه وتغادي من نجاح الى نجاح. هذا تشوفون مجيد كان كيكين صغيروني هالكبيرو 3 في 4 الحين عند مليون معرض بمعرض. والسب شو؟ تميزه في تضريب الكراسي وتغيير جلودها ومن الى سيائير من الوكالات يجينا بالمخصوص بس حق يسوي لهم الاشياء اللي هو مبتكر لها من مخه، اشياء جميله عند غرب الله. تقولون ابو الجماعه شي عينون حينا وشي خبزون شي يسوون، هذا طالت عماركم كل سنه مثل هالوقت 3 شهور وهم كل يوم على هالحاله من قبل رمضان بثلاث شهور كل يوم يخدمون لين يجمعون بوين زار فريزر كامل شو شرايح او ورق مال سمبوسه، هذا مش للبيع حقنا نحن استعمالنا يعني. نحن طالت عماركم كل سنه السمبوسه نسويها كجسام ويا الهريس، ويا الهريس نسوي جدر هريس وجدر عيش وسمبوسه، نطعم يراننا مثل ما يراننا بعد يسوون ما شاء الله عليهم يطعمونا. فنحن نسوي يظهر من بيتنا هريس وعيش وسمبوسه وبكوره والقيمات 5 نمونات حق الفريج، وهم بعد نفس الشيء اللي يخدمونا في بيوتهم يطرشوننا، لكن نحن نسوي حق الفريج كامل، حق الفريج كامل يراننا الله يبارك. كل يوم على هالحاله، كل يوم الشهر 30 ليله 3 أشهر وهم يخدمون. شو الطريقة الحين؟ ها كم حبة فيه؟ 3 4 لا هني كم حبة هذا؟ 50 50 حبة سمبوسة 50. كم واحد تسوون كل يوم؟ اليوم هذا في 200 أنت يسوي حينه؟ هذا 200 200 حبة كلش كام لازم كم يستوي؟ كلش توتل 15000 ها 15000 رمضان كامل 15000 كافي يعني كل يوم 500 حبه. هذا تشوفون هذا ساحر وهالارضي كل يوم 500 ما شاء الله يسوون، يلفونهن في الصبح ويجلونهن المغرب وقبل المغرب بنص ساعه يتجسم. جعل دفعت بلا عنا وعنكم عن امه محمد. من الحين تبتدي الخدمه نحن من الحين. هيدا يدي لا خلا من اسمك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا في البيان والغباء. مرحبا يا مرحبا امي وابوي انت حياتي. من وين انا؟ من وين انا؟ اديتك انا اديت وجهك اديت وجه ابوك. قول يدي قول يدي يدي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ما بعت قرطاس؟ انا وحدي اعطي حد قرطاس؟ يدك انا تعطي قرطاس؟ خروف انا خروف؟ ترى هاش اللي كل يعني. فمن العادات والتقاليد لبيوت الأولية مستوى الدنيا يوم قبل رمضان بشهر بشهرين يذهبون الحب يخبزون رقاق ويحطوا كراتين ويخلون الملح قالطة في الرقاق ويمزرون يواني وكراتين ومزرون بخاخير يحمسون قهوتهم ينقون عيشهم ياخذون الحب. كل سامان رمضان من يجي من يوصل شعبان بالنصيف خلاص كل سامان البيت ماخوذ مجهز من وعيان من ماكله من مير من علم من خبر كل اغراضهم تنخذ وتكون جاهزه. ما بيتشلوا يتريون يوم بيهل شعبان اركض ما تركض اركض ما لا ياخذون سامانهم ابوي من رجب وشعبان وهم يذهبون. اي رمضان وقت الراحه، رمضان وقت راحه
ما بوقت شطة وغرابيل وأسواق تصبح صايم تذكر الله وتقرأ قرآن وتزور رحم وتزور رحمك وتسلم على زيد وعبيد، يكون وقت عبادة رمضان، ما بوقت أركض ما تركض ادخل سوق أخذ ما أدري إيش قال بلال. نحن كل شيء نزهد نحن وغيرنا، يعني نحن ما بالله نحن، حتى الذباح حتى العيول حتى أي شيء ينخذ ويتسنع وينحط في مكان ويتوثق، يكون من يجي رمضان كل شيء زاهد. من يدن العصر المطبخ خلاص تبنت الضيان، كل شيء مغروف وزاهد. هيلا بيس يبتلون الناس تجسم من أذان العصر لين أذان المغرب، ما شيء خلاص الناس صفوا وتعدل حق بيتها وأهلها وعيالها، يا غير ما قبل ذلك حق الجسمة حق بيوت إيران وشو بيسوون شو ما بيسوون، واللي بتخدم اللي نهار ثاني بتعطي أوردرات حق العمالة اللي تشتغل في البيت من طباخ ومن خدامة من الناس المساعدين يعني في البيوت، تعطيهم من الليل تخبرهم شو يبون شو ما يبون، كل علم من في الليل يتخبر. طب هذه أشياء يترتب عليها وقت ويبقى بارض ويبقى يعني أنت إنسان تكون مجهز سامانك، وهذا إذا أنك ضريت على الترتيب فتأكد أن حياتك بتكون كلها مرتبة، حتى غدا باكر حتى رويق باكر حتى عشاء باكر من اليوم ينعطى للطباخ الخبر، هب يوم يعدي الصبح سووا الشيء الفلاني، تبي واحيلة بتسوون سمك لازم بيغدي السمك مسهج وريحته تحت الحايمات، لازم في الليل يتظهر السمك، أيام الشتاء يتظهر السمك في الليل وينحط بي في البراد من داخل لين يعد الصبح ظهروه، عازم يفتش على براد على دوبه يفتش من الثلج، ما حطوه صبوا عليه مياه ودنوه يغدي كأنه مخرس السمك ولا اللحم، لا أي شيء بتظهر ودم حق باكر لازم من في الليل مظهور يفتش عن الثلج بروحه. اليوم بارك الله فيكم عندنا إعلان، إعلان كد ما احنا سوينا له قبل أظني وديتين كد سوينا لهم، اللي هي كنافة المختار. كنافة المختار شديونا الودي الأولية والودي الثاني وأظني هالودي الثالثة، على ما تشوفون ترتيبهم أول ما يونك بهالطريقة يحطون سامانهم كله، يجون رتبين سامانهم ضيانهم وكل شيءها، يبون كنافتهم عندك إن كنت في عزبة إن كنت في بيت إن كنت شرق إن كنت غرب وين ما تكون، يبون سامانهم وشارهم يصفونه لك قدامك، الكنافة إن كانت خشنة ولا ناعمة، ناهيك عن كشارهم اللي من غير أطهم وياهم. شو اسمها هاي؟ لك هيدي حلبة الجبن. ليك؟ حلبة الجبن. هي. لا هاي شو؟ ليك؟ شو هذه؟ طويل العمر، هيدي حلبة الجبن. هي. هاي حلبة الجبن بالقشطة الفريش. أيوة. زي وهيدي؟ عندك الكولاج. هي. شو هذا شو اللي يميز الكولاج اللي عندكم عن كولاج غيركم؟ كولاج عندنا نفس أي حدا، نفس العجين نفس كل شيء. هي. بس بيختلف عنا، نحن عاملينه رول. رول. بس نفس المنبوس موجود هون. رول. زي هذا نكهتين شيء شو شيء. ثلاثة في عندك جبن. وجوز وفستق حلبي. إيه. هاي. قطايف. إيه. كمان عندك ثلاث أنواع. No. بالجبن وبالجوز. هاي بشو؟ جوز. إيه. والقرفة داخل. إنزين. كتير طيبة. أعطني هاي قطيعة. أعطني هاي. تفضل. لا أعطني هاي العود. تم. بيخليه حق بطنه. هاي قطايف بالجوز. داخلها قرفة. جرفة. دام. اي والله ديوه نفس العليله. ابو محمد في عندك بالجوز وعندك بالفستق الحلبي وعندك بالجبن، كل هذا عندكم؟ نعم. انزين وهذا تاج الملك. هي هلا اعلن عنها هاك اليوم شيء من كان عيد الاتحاد هاك الايام. نعم صح. عباره عن عندك بالبيستاشيو باللوتوس وبالكيندر وبالنيتيلا وبالكرونش. زين وهذا عندك هون السحلب. ايوه كمان بالقرفه فستق حلبي وشويه جوز هند كثير روعه. وهذا هاي مكينته. هاي المكين. نعم. هاي تودون للي يبى تودون كامل وتشتغلون له روحكم قدامكم. انزين الحين وين وصلنا؟ وصلنا الى وين؟ كم باقي من الوقت؟
هذا ان شاء الله خمس دقائق تكون جاهزه. يعلك تسلم، يعلك تسلم. طافت الحين تقريبا 10 دقائق وحين باجيات 5 دقائق لين تخلص الكنافه. الكنافه ما بمال هوي هوي، واللي يميز تعال منو اللي يطبخ هالجبنه، انت ولا هو؟ نعم انا. هي الجبنه مالت الكنافه. نعم جبنه الكنافه. شي يميز الكنافتكم انتوا الجبنه مالتكم شي يميزها؟ ميزها نحن نطبخها طبخ كنافه بيت المختار، نحن نطبخها طبخ للجبن، نحلي الجبن تمام ونحطه بالفرن ونعمله طبخه كريمه ومنمتنه كله ببعضه ومنمده بقى على الصدر وبصير. يعني المراد فهمه ان الخدمه شيء خدمه يسمونها تشكويتي، الخدمه التشكويتيه مال قنبو عبود الشكويتي، هاي خدمه تشكويتيه قنبو عبود. الخدمه التشكويتيه شلوا الجبن حطوه تحت ويصفوا عليه كنافه وسووا هاي. لا كنافه بيت المختار، كنافه بيت المختار هذا اللي تشوفونه بقصره هذا الطويلو، لكن يا ابوكم يسوي لي ما حد سواه، يبات لك على الكنافه يطبخها ويحط لها كريمه ويسيحها ويردها على ما كانت عليه ويرد ويصفها في الصينيه وعقب ابوي يحطون عليها ان كانت خشنه او ناعمه، صح ولا غلطان؟ بالميمي يا محمد. اشكر فنك، اشكر فنك. كم باجي الحين بالله عليك؟ الحين هذا جاهز. الحين على القلب؟ ايه. يلا بارك الله فيك، يلا. قلب، بارك الله فيك. الحين على القلب. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. خوز انا. الحين هذا بين نارين نطبخها على وشين. إيه حبيت ترد تحمر بعد تحت. تحمر من تحت بعد. غير عن العادية. غير عن العادية إيه. هذه تيجي طبقتين. والجبن في النص. جبن في النص، جبن الفستق بيجي بالنص. بعد. إيه. غير عن الفستق هذا. غير الفستق هذا بالنص يجي فيها جبن بعد. إيه. وحين كم يبالها وقت بعد؟ الحين تقريبا ربع ساعة إن شاء الله تكون جاهزة. إن شاء الله، إن شاء الله. وتخلي الجبنة تتمايط؟ إيه نعم. شو تخلي؟ تتمايط. ما تشو قولي بالله شو تخلي الجبنة؟ أنا بالله تمط. لا تتمايط. هذا الصوت اللي انا اسمعه شو؟ هذا من السمنه اللي تحت. ايه اللي مال العجين. وحين جهزت. الحين يا وقت تسقيه الكنافه. بالقطر. القطر الكمية على حسب الرغبة صح؟ اي نعم. في ناس تحب القطر زيادة. صح. يا ربي ريحتها ما خانها. هذا اللي عندي ياسي في عزبة ولا في بار ولا عندهم حد مربي ولا بيودون حق حد ولا بيطعمون بيوت يرانهم مش غلط يعني شو المشكلة؟ ويحسبون البيت كم عدد أفراده حق منو بيندبون حطوا أبوي جسموا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أيوة حقين حين يا سلام. انت اعطيتني الحين الطرفانية. إيه. انا ابغي واحدة من اللي في النص، ابغي هذه 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 هاي اللي في النصيفة انا ابغاها. انا اعطيها ولا هاي اللي اكبر شوية. وين ضنكم؟ إيه هاي حقي انا. انت اعطني هاي خلاف انت رتب الباجي، ما خصني فيهم انا. اللي في النصيفة. ايوه. هذا هاي العودة. هذه؟ هي وين اكثر فيها جبن ظنك؟ هي 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 يلا. بسم الله. هاي بعد حق منو حينة؟ حق منو هاي حينة؟ هاي حق أبو محمد. يا ربي حرب محمد كان بيندحك كان بيسرط. ما أبالغ ينهر ريحته ريحته تشل وتحط في البيت بكبره، بيتنا بكبره ريحة استوت كنافة، كنافة بيت المختار قرب الله تعدوهم غير نمونة. بسم الله. إي والله. اللي ما جرب ضروري يجرب. ثلاث اربع نمونات عندهم، شي كنافه خشنه، شي كنافه ناعمه. نحن اليوم متهلعين على هاي اللي فيها رحت البلالي بس.
ها راشد خدتوا انتو؟ اه ايه ها نمبر 1 ولا نمبر 2؟ نمبر 1 وين ام الحناية؟ ودوا لها؟ ودي حقم الحناية؟ زين وين قوم حفيظ وهيلا كلهم؟ زقروهم؟ هل تعيدون الصينية ابوي الممزورة؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هي 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 الله اكبر. ها نمبر 1 ولا نمبر 2؟ نمبر 1 100 100 نمبر 1. ايوه تعبت تسوي هالنمون انت؟ نمبر 1. يو نو هاو تو دو ات؟ لا ما في معلومه. البطه فاتت تعالي حنايا شو حطوا لك؟ اشوف يلا عاد تراي. اوكي. اه نمبر 1 ولا نمبر 2؟ نمبر 1. بلاتك. ها شو الاخبار؟ ما شاء الله عليكم. تعال فاتك نص عمرك. اربع هذا ابوي. ها شيخ شامبي. ايوه ايوه ايوه. ليش بيتك شامبي؟ في خاشوقة؟ لا خاشوقة شو دي؟ انا خاشوقة بابا. ما يبغى خاشوقة غرب الله شاء. يلا بون ابيتي بون ابيتي ثانك يو عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. And happy Christmas, Merry Christmas, Happy New Year. يلا. Happy birthday بعد. يلا. Happy birthday, Happy Christmas, Merry Christmas كلهن. يلا. Happy Valentine. بابا. أشوف. أشوف نزل تحت. هذا جديد؟ هي هذا جديد هذا أول أكل هذا ثاني. ليش؟ تقول كل يوم هالصلاة أنا ما أروح الحين كل يوم أنا أريد هذا. يلا في العافية. ما يسووها للسبب. كنافة بيت المختار عندهم العديد من الحلويات ما بالله هذا كذا نوع ونوع. لكن الأنواع اللي نحن يتنا ونحن يازلنا اللي هو هي حلاوة الجبن هاي وايد زي لها أطر بعد معين وتنك الباردة ولذيذة لذيذة 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 متعف اللثم. هذا ترى مسوي الناتقهم وعادة الكلاج أي مربع. هذا لا مسوين الرولات ما غلبهم شيء. هذا كله من هالساحر. الله يخليك. ساحر والله يخليك. كم عندكم منو اللي يعطينا الحساب؟ حسابكم؟ حساب المحل؟ حساب ايه حساب بيزا ان شاء الله تبدا فعني. كنافة بيت المختار. ايه تعال شو بنسوي نحن؟ نحب نحط ابوي ارفع الشاشة شو رايك؟ كمل سلم لي على المختار. وصل ان شاء الله. شو صرت تولع الناس في لون البنفسج؟ ايا كان حتى لو ما بعيناوي حتى لو ما بعيناوي تلقى اكثر شيء في بيتي بنفسج ان كان شراشف ان كان برانيس ان كان ايدار ستاير زل وول بيبر كناديرهم جاكيتاتهم كله بنفسج. يعني معقوله البنفسج لهالدرجه مسيطر على نفسيه الناس؟ يبوكم يوم الملكة بريطانيا بكبرها ملكة بريطانيا بكبرها بجلالة قدرها مسواي لها اللون روحها هذا اللون البنفسج مخترعينه فقط للأسرة المالكة في بريطانيا. الأسرة المالكة روحهم قوم إليزابيد وفريجها كامل يعني حتى يدودها الطائفة الملكية في بريطانيا مسوين اللون البنفسج مخصوص حسبهم والناس اللي من خلاف هذا كم عمرها الطائفة البريطانية طائفة البريطانية اللي هم العائلة المالكة البريطانية من مئات أو ما أدري كم ألف سنة عمارهم فاختاروا لون فقط العائلتهم للعائلة المالكة في بريطانيا وخلاف عاد اللوادم صرحوا لهم الأول اللي بيسبق بيته بنفسجي ولا بيسبق شيء من طرف عندهم سيارة ولا بيسبقون شيء ولا بيسوون أي شيء لون بنفسجي يا ويلهم لازم يأخذون رخصة لين ترخصهم الملكة ولين تتفيج ولين توافق لأن اللون الملكي هم سوينه لهم وانتوا حين بتقول بتاخذون عنهم قالوا لا رخصة وقدموا كتاب وطلب بها توافق الملكة ولين يقدم مزاجها بخير وتكون متفيقة ويعني ما عندها خلاف ومتجهوية بخير وسهالة هالساعة تقول برايهم الفلانيين برايهم
لو بيحطون ورد بنفسجي اليوم عندهم عرس ولا مكسار ولا حفوال ولا حد جاي مسير عين ابراهيم ما شمس يوم بتحط في خاطرها على حد ولا شيء تنقم تنقم عوره ما شي كبرها لو مسوين ليتات مال معاريس كل بيت بيوتهم ليتات بنفسجي قالت شلوه وكسروه كله عن بكره تبي عندكم كل لون حطوا في عرسكم يا غير اللون البنفسجي لا تحطونه هي لا تحطونه ولا تنقربه الملكه ما بطايه ويوم ما طيع الملكه الله اكبر الله يبوك تستنزل عليهم تكسر عرسهم فوق تحت خرب حتى المليج بيدبغونه حد كان يسر يشتش خيط فبره إلا بأمرها أمرها بهذه ولا يدته ولا يدت يدته يدت 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 الأولية لزبد الأولى يسمونها لو بأدنات الدون بيستوي فيك البلاد لازم الشور من عندها وبالأخص اللون البنفسجي عقب زور وحيلة في سنة من السنين رخصتهم قالت لهم برايكم سووا شموع لون بنفسجيات وسووا جسموا على الفرجان وفرحة صغارية والبنيات يوم حد عند الطلوع ولا عيد ميلاد ولا مسوي حد مختن عياله ولا شياته ولا لبقوا اللي تحت البنفسجيات وفرحوا واستانسوا وجسموا عقب رخصتهم قالت حتى اللي بيسوي شاكليت حلاوة بيلف القرطاس بنفسجي بعد ما شي مشكلة غير الورد لا الورد ابدا حاول وما وافق ولا ظني من 57 سنه حينه من وافقوا انه يخلون الناس تزرع لون بنفسجي ووافقوا للشركات يهجرون الورود يحولونها الى الوان بنفسجي ولا قبل لين قبل 70 80 سنه والدمه وابو ما يسر يستعمل لون بنفسجي البربل الله اكبر ايه شو التحرر مشكله والله وراسه يابس ما بكل حد يروم يقنعها تقنعها خالتها وحده من خوالها من ويلز خالاتها واحدة من هالويلز ملك اليد هاي الأولية وهي اللي زقروها من ويلز وسارت عندها وأول وتالي وأرضت ويلا يلا وافقت ويوم لان راسها ساعة في آخر الوقت وقعت لها على الورقة ونشت على سارة الفكرة ويت سارة السكرة ويت الفكرة يوم ردت على حاسيتها قال لا طال عمرك انت وقعتي على الأوراق وحين أبوي ما يستوي هذا أمر ملكي ظاهر من البلاط الملك البريطاني وانت وقعتي ان رخصت الشعب يسوون شموع يسوون القرطاس مال الحين على طالع بس ما يستوي كذي نزلت مناقصات واللوادم اشتروا الشمع وصبوه في قوالب وابتدت اللوادم تبيع وحين طالع عملت حمار ونكنسل الامر هذا ونكنسلناه بنعوض اللوادم هل بالشركات وهل بالقراطيس هل يسوون حق اللفوف الحلاوة بيكلف ارقام كبيرة طالع عملت وحين الميزانية بريطانيا ما تستحمل هالتكاليف ايه هم سمعوا الخبر من الليل اشتغلت المكاين تشكبكو 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 ضربوا ضربات اضرب عندك ودونك اصبحوا الصبح ابوي صابين لندن كلها ابوي لون بنفسجي من الشموع الشموع كلها لون بنفسجي قالت ما في ابوك ما غرم هالكثر ما في غرم قالت مرخصي من هاك اليوم رخصوا عاد العرب هاي قصه انتشار لون بنفسجي من قبل 70 سنه قالت عماركم قلت لكم عن القصه واعطيتكم معلومات اللي منكم بيصدق يصدق وليها ما بيصدق على الهوى لكن كلها هي مغي وسوالف ولا شيء من الصحة ما طير به الدباب على يناحها ولا كلمة صح هذا كله تأليف الحين ظهر الحين وانا جالس في هالمكان فنان على البحر طالت عماركم قلت في خاطري بسولف وياكم ما عندي سالفة جبت لكم قصة الملكة وقبنا لكم قصة اللون البنفسجي زي شو اسوي وقفت الرمسة وقفت الخراريف يبناكم شيء ابوي يفرش هاي الساعة شيء في القول وشيء في قناعات وشيء بصيان وشيء بدواري والدنيا مطرجة حبوا ياكم مجلوبة عطيناكم خروفة خيالية من محض الخيال فرش هالساعة ظاهرة مرة وانا مرة في هالمكان الفنان مشاهد البحر وياني ابوي هذا الهام الكذب يسمونه هذا الهام الكذب ما يظهر لمن بعد الساعة 10 من بعد الساعة 10 الكذب ما يظهر لن بعد الساعة 10 يوم توقف الرمسة توقف الرمسة خذوا عاد انتم شيء من الكذب انغرف في القون وشيء بدواري وشيء فقناش وشيء بصياني وشيء بتباسي والدنيا مطرجة تبسي شرات الدوري لكنه براطمه أعلو هاي يسمونه التبسي الدوري شوية أصغر اللي ها داخله هلال ونخلة هالنمونة دوري يختلف عن التبسي واللقن أكبر عنهم والقنشقير
كم من البراطم بعد غير، والقنشة السطاحية بعد، أمور 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 ما شاء الله عليك. ولا أقولي أنت سميت الدنيا هاي كلها كلمات سعيد عتيج السويدي، ألحان سنيد القبيسي، غناء جمعة القبيسي. ذبت من حب القواني وارتويت، أشهد إن الشوق يا غالي محنة، وارتوام الشوق قلبي وانتشيت، بالقصايد قمت العيوة تغنى. ذبت من حب القواني وارتويت، أشهد إن الشوق يا غالي محنة، وارتوام الشوق قلبي وانتشيت، بالقصايد قمت العيوة تغنى.